أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في مقابلة تلفزيونية أنه في حال فرض العقوبات الأمريكية على إيران فإنها ستؤثر بالضرورة على أوروبا. وبشأن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، قال بولتون إن الهدف هو عدم اقتراب النظام الإيراني من إنتاج الأسلحة النووية. وأضاف بولتون أنه مع انهيار الاتفاق فإن النظام الإيراني سيصل إلى مرحلة لن يتمكن فيها من تحمل تكلفة إنتاج السلاح النووي.